أزمة جديدة من أزمات الفساد تصدرت اليوم في العراق بعد أن كشفت لجنة النفط والطاقة السابقة عن أن حجم الفساد بعقد استيراد البنزين المحسن بلغ 700 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب دعم مادة البنزين المحسن من الحكومة، مستغربة من قيام الحكومة بدعم البنزين المحسن بنسبة 35% من سعره بدلاً من دعم المواد الغذائية الأساسية للمواطن الفقير، حيث أشارت اللجنة إلى أن الحكومة تقوم باستيراد البنزين المحسن بسعر 1000 دينار للتر الواحد ليباع في الأسواق المحلية ب650 ديناراً. خبراء الاقتصاد رأوا أن هذا يمثل كارثة اقتصادية، لا سيما في بلد نفطي كالعراق الذي ينبغي أن يهتم بقضية إنتاج المشتقات النفطية محلياً وصولاً إلى تصديرها بدل استيرادها، مؤكدين أن ذلك يدل على وجود تخبطات في السياسات الاقتصادية الحكومية غير المدروسة في وقت يمتلك العراق كثيراً من المصافي النفطية، إلا أنه ما زال مستورداً للبنزين المحسن وسط تحذيرات من حدوث أزمة جديدة لدى المواطنين ولا سيما من أصحاب السيارات الأجرة بسبب تحول بعض محطات الوقود إلى المحسن وإلغاء البنزين الممتاز المباع بسعر 450 ديناراً للتر الواحد. هي خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي وباب آخر من أبواب الفساد الكثيرة للحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، جعلت العراق غير قادر منذ ذلك التاريخ على سد احتياجاته من المشتقات النفطية بكافة أنواعها بسبب الفساد المنتشر في الحكومة وسوء الإدارة وتحكم الأحزاب والميليشيات بعقود الاستيراد من الخارج.